السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم جميلة ديزات كاليفورنيا. نتمنى لا فيديو تاعي تلقاكم بخير وعلى خير وما نقصكم خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف البروكلي سوب بالاوتميل بالشوفان. جي شابة. عندي هنا المقادير، عندي زرودية، كل واحد يدير على حساب العائلة تاعه. عندي كرافس، بطاطا والبروكولي، وعندي سناتو. هنا درت طاوة تاع ماء، درت فيها شوية ملح وغادي ندير الخضرة تاعي كامل ونخليها تغلي حتى تطيب كيما قال لي السوب. هنا ابخي اللي طابو كاع الاخر، قلعت هذاك الماء وقلعت الكرافس مورا هادي. غادي نطحن لو تو. هنا الكرافس من بعديها قلعته، راكم تشوفوا فيه من بعديها قلعته. نطحن لو تو حتى تولي عندي بيوري دو ليغوم. هنايا في البول تاع الميكسور درت مورسو تاع فرماج. انا درت كريم تشيز ودرت كاس تاع ماء، كاس تاع حليب باردون، وغادي نميكسي كلشي. هنايا غادي نزيد هذاك لو ميلونج تاع الحليب والفرماج فوق لا بيوري دو بوم تاع ليغو. جو ميلونج لو تو. هنا عندي مغرف كبيرة تاع دهان نزيدها في هذه المرحلة. وهنايا نتيسو الملح والحرور الا خاصنا ولا لا، باسكو انا عندي الدهان تاعي مالح شوية. نقارعو تولي تغلي خطرة ولا زوج، نزيدو لها زوج مغارف تاع اوتميل، والاوتميل على حساب الليكيد اللي راه عندك، على حساب لاسوب اللي راه عندك. نقارعو لها 2 مينوت باسكو الاوتميل غي يدير هكا يطيب ونطفو. هذه الوصفة بريفيري تاع ماما، ماشي ماما 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 ما بال ميغ، ربي يخليها يطول في عمرها. هنايا هاي لالا سوب تاعنا وجدت، ان شاء الله تعجبكم. تجي شابة بزاف سورتو للعشاء خفيفة، ديري معاها غير سلطة. وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تكتبوها لي في التعليقات وديروا لي الاشتراك وتفعلوا الجرس حتى يصلكم الجديد واللايك بيان سور. ونشكر كاع اللي اشترك لي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.